حالة من السخرية على مواقع التواصل رافقت فيديو تم تداوله للكاتب والروائي المصري يوسف زيدان وهو يشرح قصيدة البردة الشهيرة لكعب بن زهير. دعونا نتابع كيف شرحها. هذه الأبيات المشهورة بانت سعاد، يعني مشيت مع أهلها، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، محطوط في التوابل، محطوط في التوابل، محطوط في التوابل، محطوط في التوابل. كما سمعنا يبدو أن كلمة متبول تعني في قاموس يوسف زيدان مغموس بالتوابل، وهو الأمر الذي أثار السخرية والتنكيت على تفسيره للكلمة، خاصة أنها تعني في المعاجم العربية أسقمه الحب وذهب بعقله. لكن هذه الفلسفة في شرح أبيات القصيدة وإدعاء الفهم لم تمر مرور الكرام على المغردين في تويتر، لنشاهد بعض هذه التغريدات الساخرة. على العموم هذا التفسير العجيب ليوسف زيدان يذكرنا بالرأي الأعجب منه لنفس الرجل عندما نفى وجود أي عالم للغة العربية في الجزيرة العربية. ليس هذا فقط، بل نفى حينها أساساً أن يكون هناك وجود لأي حضارة عربية في الجزيرة العربية. نتابع. لما السعودية وطن الأم اللغة العربية من لا لا لحظة 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 إيه ده؟ من هات لي عالم لغة عربية واحد من هناك. لا يا راجل، العربي انطلقوا من هناك من السعودية. لا لا مش صحيح برضه. لا لا عرقيا يعني العرب كانوا ساكنين في اليمن، ولما انهار السد انتشروا في الارض، بعضهم راح للشمال ما عداش في الحته الوسطانيه دي. على فكره لحد ما ظهر الاسلام كان ينظر الى قلب الجزيره باعتبارهم سراق ابل. عمر المنطقه دي ما كان فيها حضاره. إذا كان هذا رأي يوسف زيدان في الحضارة العربية فهو لا يلام على جهله، بمعنى كلمة في بيت واحد من أشهر القصائد العربية.